بكم فيديو جديد في نهار جديد. معكم انا احلام من قناه سويت سيس. مرحبا بكم فيديو جديد. اليوم غادي تكون اول ليله للدخول المدرسي. غادي ندير فيها شنو كندير في هذه الليله وشنو كنوجد باش الليل يكون بيرفكت. فالى عجبكم الفيديو تنشاهدوا دابا 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 ديروا سبسكرايب وتبارطاجيو هذا الفيديو مع صحابكم وديروا جيم بيان سور حتى تفرجوا الفيديو. صافي هذا مكان ليتس جو تو ذا فيديو. شنو غادي ندير؟ غادي نشف شعري. اولا غادي نمشطو المشطه ديالي هي عادي جست باسكو كتبان ليكم حيت الضو. المهم المشطه هي عادي وغادي نستخدم هاد الويل ديال لو بيتي مارسيي. جست باسكو كتبان ليكم الكتبه مقلوبه ولكن مهم غنحط لكم التصويره ديالها هكذا كيجي. دابا شنو غادي ندير؟ غادي نشف شعري وغادي نمشطه. خليكم مع الفيديو. صافي البنات ساليت شعري نشفته درت داك الزيت هذاك اللي فريمون زوين كيطيب شويه الشعر. ابخي غادي ناخذ الصفوار وغادي نشف شعري باش نمشي ناكل شي حاجه ونولي نكمل لكم الفيديو. هنا البنات ننتقلوا للوجه. صراحه انا مابقيتش كندير كاع هذوك لي ماسك وداك التفيش حيت وشي كانوا فيه الحبوب. فاول حاجه اللي غادي نديرها هو هاد لو ماسك. هذا الماسك الاسود مهم. هي لا مارك هاد لا مارك زوينه فنه واعره هاد لا مارك زوينه فنه. المهم هادي هي لا مارك. انا كندير غير هنا فين ما كنديرش كاف وجهي لحقاش كيحمر لي وجهي. المهم غادي نديرو دابا ونرجع لكم. بعد ما درت الماسك وغسلته دابا غادي نوريكم شنو غادي نلبس غدا ان شاء الله. المهم انا اختاريت هذا السروال هذا ديال الجين اللي هو بوي فريند كيجي بحال هكا كيجي شويه بخير من تحت ومنور كيجي بحال هكا. هو سامبل فيه غير هاد التوشيات هادو رجع كاس انفضل بحال شي جن في وسط الظلام. المهم هكدا كيجي وهكدا كيجي من تحت. فوالا هذا غادي نلبسو مع تيشيرت اللي يكون سامبل واحد تيشيرت اللي عادي كري شي كري كري ولكن المهم هكدا كيجي سامبل هانتوما وكيجي شويه طويل. غادي ندخلها في السروال واخيرا وليس اخيرا هاد الحزام هادي ديال غوتشي. المهم هكدا كتجي وهضرب فيها الضو ولكن هنايا صفر. صافي هدا مكان صبرتينا حتى هي غنلبسها. مكنتكونو شتت صور في انستغرام. الى باغيين تشوفوني لابسه هاد الكسوة هادي سيرو الانستغرام والانستغرام ديالي هنايا غنحطو ليكم. رجاء كتشوف فيها بحال شي جن كحل. المهم دابا ندوزو للحقيبة. ليتس جو. هذا هو الكرطاب اللي غادي ندي. صراحه انا ما غاديش نمشي نقرا ولا شي حاجه. حنا غادي نمشيو يلا نسجلوا الكتب والدفاتر وغادي نمشيو نتعرفوا على الاساتذه وداك الشيء. المهم الكرطاب كيجي بحال هكا كيجي صغير شويه هكا نظر كيجي سامبل. وهنا فيه واحد الجويب هذا مكان دونك ما غاديش ندي فيه بزاف ديال الحوايج حيت كيما قلت لكم انا ما غاديش نمشي نقرا. غادي ندي هذا نوت بوك. المهم هكذا كي
كيجي غادي نديه معايا وغادي ندي ستيلو فيه جميع الستيلوات وغادي ندي حيت انا مابقى عندي حتى شي ستيلو مع ملي فات وهذه فيها لاكارت ناسيونال بغيت نقول لكم بلي درت لاكارت ناسيونال هادي شحال ماشي هاد العام وفيها عندك ربطي الطوبيس غادي نديرو حالا والساروت حيت رجلي ما كتحلش عليا كنعيا ما ندقو ما كتحلش ولكيت كيما قلت لكم كنديهم معايا هنايا في الكارطه هكذا كيجي بغي يكون يبان مهم ومن هكذا غادي يجيني زوين بزاف مع الكسوه وسبردينا غادي نحط لكم هنا التصويره اختي بالسيف غادي نحط لكم هنا التصويره ديال السبردينه الا لقيتها في الانستغرام المهم البنات كان هذا الفيديو نتمنى يكون عجبكم كان فيديو بسيط اللي كانوا بزاف ديال البنات في انستغرام طلبوه مني نديرو هاد شويه ديال الفيديوهات هادو ديال لابوتي وهاد الشيء ديال البنات وهاد الشيء المهم البنات الا بغيتو هاد لو جونغ هذا ديال الفيديوهات ما تنساوش تكتبوا لي لتحت في الكومنتات غادي نديرهم وفوالا كان هذا هو الفيديو ديال اليوم كان خفيف ظريف ما كانتش معايا رجاء دوماج الحلقه القادمه وسوف ترونا صافي هذا هو الفيديو جايز بلي يكون عجبكم ما تنساوش تابوناو في لاشين الا كنتو جداد بارطاجيو هذا الفيديو مع صحاباتكم صحابكم و ديروا جميل عجبكم الفيديو البنات كاين شي بنات طلبوا لي هاد الفيديو هادو ديال لابوتي فانا درت لكم هاد الفيديو هذا و الى عجبكم ولا بغيتو ندير لكم المزيد من الفيديوهات بصاوش تكتبوا لي في لا كومون ديرهم فوالا البنات كان هادو الفيديو و بيزا